ايه دول يا حاج؟ امسك بس، شيلهم قبل ما حد يجي. امسك. انا ما صدقت انهم كلهم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون. اتسرقت وجبت لك المبلغ ده من الخن اللي انا شايله فيه. انا قعدت مده طويله على ما اكتشفت الخن ده، وانا حاسب بالقرشين دول. خليهم معاك. طب اعرف بس يا حاج فلوس ايه دي؟ دول اللي فاضيين من الجمعيه اللي قبضتها قبل ما نيجي هنا. كنت ناوي اديهم لعمك اول الشهر اللي يقل ان شاء الله مصاريف البيت عشان اخفف عليه شويه، لكن اهو جات لهم عوزه. طب خليهم معاك يا حاج، حتى مصاريف شخصيه، وما تشغلش نفسك انت خالص بمصاريف البيت او حتى تصليح العربيه. ما اشغلش نفسي ازاي يا ابني؟ ده انا ربنا يعلم اني من ساعه ما سمعت الموضوع وانا متعكنن اخر عكنان. ما تقلقش نفسك يا حاج، حوض الله يستره قاعد يفاصل في السمكري لما نشف ريقه، والحكايه كلها صفصفت على حاجات بسيطه، وان شاء الله هستلم العربيه بكره. معلش خلي المبلغ معاك، هو مش هيخسر. اهلا بكم يا اخوانا في حفلنا المتواضع ده. لا بقى يا استاذ فؤاد، دي مش حفله متواضعه ولا حاجه، دي فايده قوي. جريء يا عبد الحليم، اول الشهر فاضل عليه ياما يا اخي. وبعدين اقول لك حاجه، في مفاجأة كبيرة بعد الشجع ده، هنقدم شاي. كمان دفترة بقى. قيمة الحفلة مش في الأكل والشرب يا أستاذ عبد الرحيم، قيمة الحفلة في معناها، ولا إيه يا نوال؟ طبعا أنا متشكرة جدا يا أستاذ فؤاد. قيمة الحفلة الحقيقية إن طلعت دي مشرفنا وقعد في وسطين. الله يخليك. عموما يا جماعة، اي زميل كان هيتعرض لمحنه زي دي اكيد كنت عملت له حفله بنفسي، لكن بالنسبه لنوال استاذ فؤاد سبقني. لكن اطمني، ملحوقه. ملحوقه يعني ايه يا فندم؟ حضرتك هتعمل لنا حفله تاني؟ لا يا سيدي، هي نفس الحفله. ده لغز ده ولا ايه يا طلعت بيه؟ لا ولا لغز ولا حاجه. كل الحكايه ان انا اتفقت مع المحل هنا انه ينزل غدا بعد الشاي. قلت اعملها لكم مفاجاه في الوقت نفسه، ومفيش داعي ان احنا نفسد على الاستاذ فؤاد حفلته. يعني حفلتين عشان نوال. ابسطي يا ستي، محبينك كتير. طبعا الكويس الناس كلها بتحبه، انما بقى الاصفراوي والغلاوي فمحدش بيجيب. ايه ده؟ جايه مع مين الانس؟ اتكلمي باحترام من فضلك. سهير صاحبتي وانا اللي عازماها، وقبل ما تكون صاحبتي هي زميله لينا في البنك قبل ما تتنقل لفرع تاني، وحضرتك تشرفيها. اه يعني انت داعياها بقى عشان تشهد حفل براءتك وتنزل الخبر للفرع بتاعها بعد ما سيرتك بقت على كل لسان. اذا كانت مشكلتي اتنقلت لاي فرع تاني من فروع البنك، فمفيش غير واحده زيك هي اللي نقلتها، لانك ببساطه كده ما وراكيش قضيه في حياتك غير الحقد والشماته في مصايب الناس. شفت يا طلعت بيه، انا بتهان في وجود حضرتك. معقوله اللي بيحصل ده؟ الله 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 الله. جراء يا قاطر، انت عايز تقلب الحفله غم ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ انت يا ماما عندك مشاكل نفسيه كتير قوي. اقعدي مرتاحه فين؟ ارجوك يا نوال معلش، ما اقدرش اقعد مع عينه زي دي في مكان واحد، اتخنق. عن اذنكم يا جماعه، واسفه جدا لازعاجك. سهير استني. لا مؤاخذه يا طلعت بيه، انا مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه. أنا متشكرة جدا على مشاعركم الطيبة. عن إذنكم. سهير اسمعي! سهير! عارفة الكلام ده لو كان حصل في جو تاني غير الحفلة دي بالذات، أنا كنت مسحت بكرامتها الأرض. ما أنا مسحت بكرامتها الأرض، بس بالذوق يا سهير. وهي دي ينفع معاها ذوق؟ يعني كنت عايزاني أعمل لها إيه؟ أشدها من شعرها مثلا؟ وبعدين أنت لما مشيتي أنا مشيت وراكي على طول، وأنا صاحبة الحفلة. يعني دي إهانة لهم كلهم وعلى راسهم طلع. أظن ده رد اعتبار ليك. أنا اللي مضايقني الموقف السخيف اللي حصل النهاردة ده في وجود واحد زي الأستاذ فؤاد عبد العال. أنا الراجل ده بحترمه جدا. أنت عارفة لو ما كنتش مشيت كنت ههب في اللي اسمها عواطف دي. العواطف قال دي ما فيهاش ريحة العاطفة. خلاص بقى، ما احنا سيبناهم يشبعوا بيها، والاستاذ فؤاد بقى اعتذر له مره تانية ان شاء الله. على فكره الاستاذ فؤاد من غير ما يقصد اكد الكذبه اللي كذبتيها انت وطلعت عشان الحفله اللي عملها. يعني طبعا كده الكذبه اتاكدت
وكأن الراجل اللي خد الفلوس رجعها تاني بالفعل. يعني كنت عايزاني اقول له ايه؟ بلاش حفلة يا استاذ فؤاد، عشان الحكاية كلها كدب بيني وبين طلعت. على رأيك. المهم هتعملي ايه في اتفاقك مع طلعت؟ مش عارفة. طلعت بقى معاه سيف ممكن يسلطوا على رقبتي في اي وقت، بس ده اهون من ان القضية تروح للنيابة. اه بس القضية لسه موجودة وممكن برضو تتحول للنيابة لو طلعت قل بأصله، وطلعت مش هيقل بأصله غير لو حاسس انك بتلعبي بيه. لازم تحددي موقفك معاه. ممكن بقى نغير الموضوع؟ عايزة ادي نفسي هدنة ولو يومين من القلق والتوتر اللي عشتهم الايام اللي فاتت دي. ايوه مين؟ انا هدى بتاعك. ايه يا هدى مالك؟ ظني في اخوكي طلع في محله. ايه الحكايه بالظبط؟ ليه واحد صاحبي بيشتغل في قلب المرور، اديته نمره العربيه علشان يكشف عليها، واللي حسبته لقيته طلعت العربيه باسم اخوكي، يعني العربيه بتاعته. اتفضل اقري. ادي اسم الملك الاولاني، وادي اسم الملك الجديد اخوكي، واسم المعرض اللي اشترى منه العربيه بالقسط. في حاجه تاني؟ طب ونبيل يكذب علينا ليه؟ لانه ما قدرش يقول لي جاب الفلوس اللي اشترى بيها العربيه دي منين. وانت تعرف جاب الفلوس دي منين؟ سرقها. اخويا مش حرام يا حوده. فلوسه وقعت في ايده بطريقه الصدفه واستحلها واشترى بيها العربيه ديت، يبقى ايه؟ زيه زي الحرامي ما يفرقش. طب ما يمكن صاحبك بتاع قلم المرور ده جاب لك بيانات غلط. اخويا مش حرامي، انت عارفه كويس، ده عشرة عمر. كنت اعرفه كويس قبل ما يشتري العربيه ديت، لكن من ساعه ما اشترى العربيه ديت ما اعرفوش ومش عايز اعرفه. يلا يا اخوانا العشاء جاهز. يلا يا اختي ناكل لهم وبعدين نكمل كلامنا. وماله زي بعض. اتفضلي يا حبيبي. يلا ابو نبيل يلا. انا جاي اهو بس اربط المسمار ده. يو هو المسمار هيطير يا عمي، اتعشى وبعدين ابقى اربطه. حاضر يا ستي. يلا اتفضل. يلا يا واد يا مرسي العشاء، لو ما خرجتش تتعشى معانا دلوقتي مش هحضر العشاء تاني. ايوه يلا. انا مش هحضر العشاء تاني غير لنبيل ابن عمي، الراجل بيرجع تعبان وشقيان بالليل. الكلام لكم جميعا. ما قالتليش ليه البنت انا بحب. المرة الجاية ان شاء الله يا اخويا. بس يا ولا مرسي بس يا شوقية. العيش ايه؟ الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتلاقيه نبيل ابن عمي، كويس انه جه دلوقتي عشان يتعشى معانا. ما افتكرش ده مش معانا. ربنا خلاه في الظنون يا عم. مين؟ نبيلة بنت عمي؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك يا نبيل؟ متجمعين عند النبي عليه الصلاة والسلام. ايه؟ بتبصوا لي كده ليه؟ وحشتوني قلت اجي اشوفكم. ازيك يا حودة؟ أنا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ أنا أصلي لسه مستلم العربية من عند السمكري دلوقتي، فقلت أعدي عليك قبل ما أروح. نبيلة
الكبيرة فين؟ نامت بدري ولا ايه؟ انتوا زعلانين مع بعض ولا حاجة؟ حلو، انت ما بتردش عليها ليه؟ أنا طول عمري باكلها بعرق جبيني. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عمري ما مديت ايدي للحرام، وعاهدت نفسي طول عمري انه ما يبقاش بيني وبين الحرام اي صلة، حتى الزبون اللي بشك في القرش بتاعه ما بتعملش معاه. طب وانت بتقولي الكلام ده ليه؟ ما انا عارف ان طول عمرك راجل شريف. انا محتاج انك انت تعرفني المسألة دي دلوقتي. لا هو ده وقتها، علشان اقولك ان انا مش حاجة على اخر الزمن وانا اسب واحد حرامي. نبيلة فين؟ ما بقتش تلزمني، لا انت ولا هي بقيتوا تلزموني. سببه ايه طيب يا بنتي؟ بس يا بنتي يا دمار، بس لو تقولي لي عيادتك ده سببه ايه؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقنا زي اي اتنين متجوزين ما بيتخانقوا. الله، دول ما كملوش، هما لحقوا يتخانقوا. الهي وانت جاهل، الراجل اللي زعل مراته يبقى ينشك في كلوته. مش عارفك، مش يمكن هي زعلته. بس يا هلا، بس يا شوية، يا راجل هنفضل سايبينهم لوحدهم كده؟ على الاقل نفهم فيه ايه. بس اعتماد، بس يا جوز البنت عندها كلمتين عايزة تبعبع بيهم لابوها وامها، يعني وجودنا السعادة فوق دماغها ملوش اي لازمة. يا راجل هو احنا اغراب؟ لا برضك مهما كان الام والاب دول حاجة تانية خالص. خلاص بقى يا حبيبتي ما تعيطيش، قطعتي قلبي يا بنتي. يا بنتي إذا ما كنتيش تقولي لنا إحنا هتقولي لمين؟ يعليك يا أمين، ما تسيبها على راحتها، يمكن ملهاش مزاج تتكلم دلوقتي، هو غصب. طيب أنا هغير هدومي وأروح لحودة أعرف منه إيه الحكاية. أبوس إيدك يا بابا بلاش. يبقى أنت خايفة الموضوع يتعرف، يبقى أكيد غلطت فيه وخايفة غلطك يتعرف. أيوة صح، أنا غلطت. يبقى تقولي لنا الغلط ده أصله إيه وفصله إيه؟ عشان اخدك من ايدك بعد ما تقولي لنا اوديكي بيت جوزك عشان تستسمحيه. الكلام اللي بتقوله ده يا راجل، تاخدها من ايدها توديها بيت جوزها ده ايه؟ ده لسه ما شمتش نفسها من الطريق، ولا يقول ايه يعني؟ اهلها ما استحملوها ساعه زمن. ما تتخنيش ودم بنتك بالكلام ده يا خديجه، ما دام غلطت حق جوزها يبقى ما نستحملهاش دقيقه واحده، مش ساعه زمن، دي الاصول. ابوس ايدك يا بابا، ابوس ايدك، ما تضغطش عليا، انا عايزه اقعد هنا شويه، اعصابي تعبانه ومحتاجه اقعد اريح هنا شويه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ابوكي خرج يا دنيا، اتكلمي معايا، احكي لي ايه اللي حصل. أرجوك يا ماما، مش عايزة أتكلم في أي حاجة دلوقتي، ما تضغطيش عليا أنت كمان زي بابا عشان خاطري. خديجة، هو نبيل ايه؟ لا لسه معرفش ايه اللي اخره لغاية دلوقتي، الساعة قربت على 3 بعد نص الليل. على الله بس ما تكونش العربية حصل لها حاجة. لا مفيش حاجة ان شاء الله،
بقول لك ايه، قوم انت نام يا خديجه. طب وانت؟ انا نام ازاي؟ واحده زعلانه مع جوزها، واحد ما جاش لحد دلوقتي. اهو بسلامته جه. انتوا لسه صاحيين؟ الحمد لله على السلامة يا ابو الكباتن. الله يسلمك يا حاجة. ايه اللي اخرك كده يا ضناي؟ العربية اصلها كانت العربية ايه حكايتها يا نبيل؟ انت مش كنتي نايمة؟ ايه اللي صحاكي؟ انا مستنية رجوع نبيل زيكم يا ماما. انتوا ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ ايه؟ كنت فاكر هترجع تلاقينا نايمين مش كده؟ ازيك يا نبيل؟ ازيك يا نبيلة؟ زي ما يكون وجودها هنا شيء طبيعي. اختك زعلانة مع جوزها يا استاذ. يوه، مش تستنى عليه لما ياخد نفسه، لازم تصدمه كده أول ما يخش. ايه ده نبيلة؟ أنت صحيح زعلانة مع حودة؟ خلي زعلي مع حودة على جنب، وقول لي يا نبيل، العربية مالها؟ إيه حكايتها؟ أنا تعبان ومرهق وما فيهاش دماغ للكلام ده دلوقتي. أنا أزنكم. نبيل، البلد دي احسن من غيرها. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ وانت ايه اللي مخرجك دلوقتي؟ اصل ايه؟ انا اقولك، انت قلت تخرج وتتسحب دلوقتي والناس كلها نايمة، زي ما رجعت امبارح متأخر وفاهم ان الناس كلها نايمة. ايه؟ انت عايشة بدور مخبر اليومين دول؟ مخبر؟ ده الواضح، بتراقبيني وبتتابعي خطواتي. وبرضه بحاول الاقي سبب ورا افعالك وتصرفاتك دي. انت شاغلة نفسك بيا قوي ليه للدرجة دي؟ يعني ما انتش عارف ليه؟ اللي انا اعرفه حاجه واحده، انك تنشغلي ببيتك وجوزك علشان تنجحي في حياتك. ولو الدنيا خربت حواليا اقول انا مالي؟ تفتكر كده هنجح؟ بالظبط. ولو جوزي بيتهم اخويا اللي ماليش غيره في الدنيا انه حرامي وبيرفض العيشه معايا للسبب ده، انا هحاسب حودة على الكلام ده. ايه الكلام اللي هتحاسب حودة عليه؟ ايه قلقناك حاجه ولا ايه؟ لا انا طبيعي بقلق قرب صلاه الفجر. تقول لي مصحيكوا دلوقتي وايه الكلام اللي هتحاسب حودة عليه؟
بتبصوا لبعض كده ليه؟ في حاجة؟ هيكون في ايه يعني يا حاج؟ طب اقول انا بقى سلام عليكم؟ اصل انا عندي جماعة كده هوصلهم المطار قرب الفجر. نبيل خلي بالك من السكة وانت ماشي. يوه وبعدين بقى يوه اسكت يا هلا سيب شعري يما اما اوعى كده وسيب شعري يا ماما. طيب خد رجلي. انت ايه الحرب الابديه بتاعت كل ليله دي ما بتنتهيش ابدا؟ يوه طيب يا زول اما يجي ابوك هورينا. انت نمت يا نبيله؟ ايوه بابا. عايز حاجه؟ تعالى يا حبيبتي عاوزك شويه. حاضر تحت امرك يا بابا. انا خلصت صلاه قلت ادردش معاك شويه. ما ينفعش يا بابا نأجل الدردشة دي لغاية ما النهار يطلع؟ أصلي نعسانة وعايزة أنام. أنت هتتلام عليا يا بت؟ ما أنت كنت لسه من شوية بتتكلمي مع أخوكي. قيمة ما صليت الفجر النوم كبس عليكي؟ أصلي كنت يا بابا بلا بابا بلا ماما. بقول لك إيه؟ أنا مش عاوز أعلي صوتي. الناس نايمة. هاتي من الآخر. إيه الكلام اللي أخوكي نبيل عاوز يرجع في حدودة؟ اهو كلام بينهم بس انا مش عارفاه. كلام بينهم؟ وايه اللي مش عارفاه؟ يعني كلام على الاقساط وكمبيالات بتاعت العفش. وكلام ايه على الاقساط والعفش؟ يعني ايه اللي يعني يعني يعني؟ ما تتكلمي يا بت. اصل هما كانوا اتفقوا ان حوده يدفع الكمبيالات والاقساط بتاعه العفش لغايه يعني منابيل ربنا يفرجها عليه ويبقى هو يدفع. فحصل بقى بينهم كلام بس انا مش عارفاه. والكلام ده له دخل في زعلك مع جوزك؟ يعني حاجه زي كده. اصل حوده قال لي كلام على نبيل ما عجبنيش فاتخانقنا. طيب تصبح على خير. وانت من اهله يا بابا؟ الحمد لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب ويرزقنا رزق حلال. ايوه صباح الخير. صباح النور. أنا قلت ألحقك قبل ما تنزل الورشة. الكلمتين اللي جاي لك فيهم ما ينفعش يتقالوا قدام حد. اشمعنى؟ هو ايه الاشمعنى؟ مش عايز حد يسمع كلامنا. لو كنت واثق إن الكلام ده ما يوجعش وإن الكلام ده ما فيهوش أي حاجة تعيب كنت قلته قدام الناس كلها وما خفتش من أي حد. أنت عايز تقول إيه؟ الاتهام الباطل اللي اتهمتني بيه البنت بتاعت البنك وقالت إن أنا اشتريت العربية بتاعتي بفلوس من الحرام. بقى هي بقى اللي كانت متهمك اتهام باطل؟ طب قول الكلام ده لحد غيري. انا عارف ايه اللي خلاك تصدق موظفه البنك دي رغم اني رحت معاك الاسم وقدامك الضابط قال انه ما عندوش اي شيء ضدي. ايه بقى اللي خلاك تصدق؟ استنى بس. الضابط اساسا ما فيش دليل عنده لانه موظفه البنك ما قدرتش تقدم الدليل ده. ولو كان عندها الدليل ده كان الموضوع فرق كتير قوي. اتفضل بقى يا استاذ فهمني ونورني. ايه اللي خلاني اصدق موظفه البنك؟ اني دريت من البدايه في موضوع العربيه وقلت انها مش بتاعتي. دريت ولا كدبت ما تفرقش. الظروف اللي احنا كنا فيها ما كانتش تسمح اني اقول اني هشتري عربيه. واظن الظروف دي انت عارفها كويس. بقول لك ايه؟ سيبنا من الظروف والكلام ده وخلينا في موضوعنا. تقدر تقول لي بقى جبت الفلوس اللي اشتريت بيها العربيه دي منين؟ لقيت شنطة فلوس أيام ما كنت شغال على تاكسي وأنا رايح أسلم العربية بالليل. لقيت الشنطة على الكنبة اللي ورا. يا سلام. وبعدين
فكرت اسلم الشنطه للبوليس وهما يدوروا على صاحبها بمعرفتهم، لكن رجعت قلت ادور على صاحب الشنطه انا مني لنفسي. ودورت عليه؟ طبعا. انا قعدت افكر لحد ما وصلت للمكان اللي ركب منه الراجل صاحب الشنطه. هو ركب من قدام شركه كبيره في وسط البلد. قعدت كذا يوم اروح واقف قدام الشركه دي اشوف اللي طالع واللي نازل، يمكن اعطر فيه. ما وصلتش للنتيجه. يا سلام، عايز تقنعني بقى ان انت بالطريقه دي هتوصل لصاحب الشنطه؟ لا، ما انا سالت عليه جوه الشركه كمان. قلت لهم يا اخوانا لو اي حد من اللي بيترددوا عليكم قال في شيء ضايع منه ابقوا بلغوني، وسبت لهم عنواني. شهر والتاني والتالت ما حد سال. انا عارف اني كان المفروض اسلم الشنطه في الاسم، لكن ولما انت المفروض تسلم الشنطه في الاسم ما سلمتهاش لي يا نبيل. ما انكرش ان الاحتياج خلاني اطمع في الشنطه دي. بيني وبينك انا كنت بدور على صاحب الشنطه دي بر وعتب زي ما بيقولوا، كنت بدور عليه وبتمنى اني ما الاقوش. يعني معاك فلوس كتيرة المدة اللي فاتت دي كلها وعارف ان احنا محتاجين وسايبنا على حالتنا؟ ما انا اصلي كنت عامل حسابي ان الراجل صاحب الفلوس هيظهر من يومه التاني. انت بتناقشيه في ايه يا خديجة؟ ابنك اتصرف غلط وانت قاعدة تعبيه عشان كان مخبي عننا الفلوس اللي هي اساسا مش بتاعته. ما هو قعد مدة طويلة يدور على صاحبها، والواحد المفروض يدور على صاحب الحاجة 3 ايام وبس، لما ما يلاقوهوش بعد الثلاث ايام تبقى الحاجه دي من حقه، وهو فضل رايح جاي على الشركه ما عترش على صاحب الشنطه. عشان راح السكه الغلط، لو كان سلم الشنطه للبوليس كان وصلوا لصاحبها بمعرفتهم. وكان ممكن يبقى لك 10% بالحلال من فلوس الشنطه دي لما البوليس يوصل لصاحبها. بلاش كده، كان ممكن تعمل بجزء من فلوس الشنطه دي اعلان في الجرايد، واكيد صاحبها كان هيظهر. اهو اللي حصل بقى. انا مش ناقص تبكيت من كل ناحيه. بعدين الفلوس دي انا ما بعثتهاش في الهوا، انا اشتريت بيها عربيه حياتنا كلها قايمه عليها دلوقتي. نبيل، اوعى تفتكر انك تقدر تذلني لاي سبب كان. حاشا لله يا بابا، انت ازاي تقول كلمه زي دي؟ رايح فين بس؟ استنى. على فكرة بقى، أنا جريتك في الكلام بس قدام بابا وماما، وما رضيتش أجيب لهم سيرة عن الموضوع بتاع الموظفة بتاعة البنك. إنما الحكاية دي أنا مش مقتنعة بيها. والله بقى اقتنعتي ما اقتنعتيش، ده شيء يرجع لك، شيء ملوش اعتبار. يعني إيه؟ يعني أنتِ أكبر واحدة مستفيدة من وجود العربية دي. الكل مستفيد من وجود العربية دي. المفروض بقى تشكروني وتقولوا لي ربنا يكون في عونك على النار اللي انت كبشها في ايديك، مش تقعدوا تبكتوني وتقولوا لي مش عارف ايه ابصر ايه وتكلموني عن الضمير والاخلاق. ادخل. افندم. ايه؟ مش طلبت مني اجيلك بعد ما اخلص الشغل اللي في ايدي؟ طلبت. واخد بالك من كلمة طلبت دي؟ انا كنت متصور ان انت هتيجي من نفسك عشان توفي بالتزاماتك، لكن لما ما جيتيش طلبت. طبعا انت ملاحظة ان انا لسه في مرحلة الطلب، ما انتقلتش منها لمرحلة الامر. عرفت ليه بقى بقول لك خدي بالك من كلمة طلبت دي؟ احنا مش متفقين ان الموضوع ده يبقى سر؟ نقوم نيجي نتناقش فيه هنا في الشغل؟ ادينا يا ستي بقينا بعيد عن جو الشغل، مكان اعتقد انه مريح. انا عايز اسمع بقى. ايه؟ هو انا اغني ولا ايه؟ لا اتوقف على حد قوليه، ممكن يبقى في وداني احلى من اي غنى. ربنا يستر. قولي بس انت وسيبي لي الحكم. انت من حقك تقلق، وخصوصا انك متوقع ان الجواز يتم بعد ما تنتهي مشكلتي مباشرة. اديك قلتيها بنفسك. انا عايزة اوفي بالتزامي معاك، لكن انا مش عايشة لوحدي، قراري مش في ايدي انا لوحدي.
بمعنى ان انا عايشه في وسط عيله ليها اب وام واخوات مسؤولين عني قد ما انا مسؤول عنهم. انا عارف ان عندك عيله، المهم عايزه تقولي ايه؟ اهلي دول لازم يبقوا عارفين انا بتصرف ازاي، وانا ما فتحتش معاهم الموضوع لغايه دلوقتي، ومش قادره اصدم ابويا وامي واقول لهم ان انا هتجوز في السر، وفي نفس الوقت مش قادره اعمل الموضوع ده من وراه. دي مشكلتك انت، انا مش هقدر اساعدك فيها. وبعدين اكيد انت خدت وقت كفايه قوي وانت بتفكري عشان تقرري، مش ممكن المشكله دي تتغيبه عنك وانت بتاخدي قرار. اكيد، بس ما فكرتلهاش في حل، كان كل همي اخلص من المصيبه بتاعت العقد دي. وانا خلصتك منها في مقابل اتفاق واضح، اي مشاكل فرعيه تخص الاتفاق ده انت مسؤول عنه. انت مصمم تمشي الموضوع كصفقه؟ صدقني مش هقدر اساعدك طول ما انا حاسه ان جوازي منك تحت ضغط، طول ما انا حاسه اني طرف في حزب بيع وشراء. اديني فرصه اقرب منك، خليني اختارك بارادتي، ساعتها هقف جنب جوازنا مهما كانت ظروف. سن ده ما عنديش مهله ولا وقت ضياع، وبعدين انا مفيش جوانب جديده هتكتشفيها فيا وبعدين تختاري زي ما انت بتقولي. صدقيني يا نوال، انا ما عنديش وقت اضيعه. ده اللي كان متوقع من الاول، انا مش قلتلك اول ما هيحس انك ناويه تلعبي بيه هيسلط الشيك على رقبتك زي السيف. وبعدين انتي ولا بلاش اتكلم احسن، احسن بعدين يبقى دمي تقيل وتقولي ان انا بتدخل في خصوصياتك. كلمي بقى بلاش بواخه. انا احترت معاكي، كلامي في الاول كان بواخه وعدم كلامي دلوقتي برضو بواخه، اتصرف معاكي ازاي؟ اتكلمي بقى، عايزه تقولي ايه دلوقتي؟ انت بتمطلي طلعت ليه؟ هنقول عايزه تكسبي وقت للعب معاه؟ طب ليه بقى؟ عندك حل لاتفاقك معاه وعايزه تكسبي وقت لحد الحل ده ما يتنفذ؟ حل؟ هو فين الحل ده؟ طب ليه بتمطلي الراجل؟ سواء ده طريق هتمشيه دلوقتي او كمان شويه. مش طايقاه، مش قادره اتصور اني ممكن اعيش مع واحد واخدني سداد ديون. ما انت عارفه الكلام ده من الاول، من قبل ما تتفقي معاه وتمديله على الشيك. هو انا كان قدامي حل تاني وما مشيتش فيه؟ طب انا هرفض وخليه يقدم الشيك للنيابه وهطعن بالتزوير في الشيك. برضه هتبقى لعبه لكسب الوقت مش اكتر، والنيابه هتثبت ان الشيك ده بخط ايدك. ده غير بقى الشوشره والفضايح اللي هتحصل لو الموضوع ده وصل للنيابه. هو نفسه هيخاف من الشوشره والفضايح عشان بيته وصورته قدام الناس، وعشان كده مش هيقدم الشيك للنيابه. يا سلام، خلاص جربي السكه دي وشوفي اذا كان هيقدم الشيك للنيابه ولا لا. سي أمين. شاي إيه يا خديجة؟ الله، ده أنت ولا أنت هنا خالص. هو أنا يا أخويا من شوية مش جيت أتكلم معاك، قلت لي روحي اعملي لي شاي؟ إيه بقى؟ كنت بتوزعني عشان تقعد مع روحك؟ ماشي يا عم، اللي واخد عقلك يتهناه. إيه يا سي أمين؟ بكلمك يعني وما بتردش عليا خالص، في ايه؟ سامعك، سامعك يا خديجة. يا اخويا انت ولا سامعني ولا بتصد ولا بترد. معلش شوية كده مع نفسي يا خديجة. انت يا اخويا من ساعة كلامك مع نبيل ابننا وانت واخد في نفسك كده، مع ان الحكاية ما تستحقش. أنا بس اللي أحس إيه اللي يستحق وإيه اللي ما يستحقش. فجأة خديجة لقيت نفسي مركون على الرف وكلمتي تقيلة ملهاش أي اعتبار. لا يا أخويا لا، معاش اللي يقول عليك كده. اتقالت يا خديجة، اتقالت، بس مش بالكلام، بالفعل. ومن مين؟ من نبيل ابني.
يا راجل ما تكبرش الموضوع بالشكل ده. ابنك ما قالش حاجه تستحق ده كله. كنت عاوز يقول ايه اكتر من كده؟ معنى كلامه ليا انا واخته ان اللي عنده كلمه يلمها. حاسس ان احنا بناكل من تحت ايده وعايشين عوالة عليه، يبقى محدش يحق انه يفتح بقه بنص كلمه معاه في اي موضوع. انا مش فاهمه بس انت بتجيب الكلام اللي بتقوله ده منين؟ مش فاهمه انا جبت الكلام ده منين يا خديجه؟ من هوا. ما انا مجنون بجيب كلام من الهوا. تعالى بينا قول للست الوالده اخوك كان يقصد ايه بكلامه ويانا. انهي كلام يا بابا؟ انهي كلام؟ لما قال مش ناقص تبكيك من كل ناحيه ولا هتستعبطي انت الاخرى؟ يا بابا لو سمحت ممكن نوطي صوتنا شويه، احنا مش عايشين لوحدنا. نوطي صوتنا عشان عمك وعياله ما يسمعوش، ما يعرفوش ان ابني ابتدى يعاملني زي شيء ملوش قيمه. صدقني يا بابا، صدقني نبيل ما يقصدش المعنى اللي وصل لك ده. ايوه ايوه يسلم فمك يا حبيبه امك قولي له. ما حدش يقول لي ولا اقول له. انا الكلام دخل دماغي لا يتغير ولا يتبدل. انا مش صغير عشان لسه اتعلم معنى الكلام ايه. حتى لو يقصد يا بابا المفروض ما تزعلش منه، نبيل عليه ضغوط ومسؤوليات من كل ناحية. انا هخفف عنه المسؤوليات دي عشان كل كلمة بعد كده تبقى بحساب. لازم يعرف ان انا ابوه مش هو اللي ابويا. المغنى سفرت يا اسطى. حاضر يا سيدي. وده رمضان نعمل يا حاج. هات لنا يا ابني شاي من القهوه عشان الاسطوات يظبطوا دماغهم. حاضر يا حاج. استنى رمضان نشرب شاي. مين ايه زي بعض؟ طيب هات لنا شاي بعداد. حاضر يا حاج. يلا الاسطوات الشغل ده بعون الله لازم يخلص بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج باذن الله. يلا بالتوفيق. يا ابني والدي ايه حكايتك بقى؟ حكايتي ايه لمؤاخذة؟ الله ايه حكاية بقى زعلك مع نبيل؟ انا لا زعلان مع نبيل ولا مع غيره. يا سلام، يعني مفيش بينكوا اي حاجة؟ يعني حاجة غريبة جدا. اصل عارف يا امين اخويا احنا الاتنين عايشين تحت سقف واحد، يعني مفيش بينا اسرار. انت ايه اللي وصلك؟ يعني حبة طراطيش كلام كده ما فهمتش منهم أي حاجة، وبعدين بقى استنيت لما أنت تحكي لي، فلما ما حكيتليش قلت أسألك أنت. هو مش زعل زعل يعني، هو زي ما تقول كده كلمتين وراحوا الحل. إيه؟ بقى كلمتين وراحوا لحالهم يعملوا فيك كده؟ لا، بصراحة بقى أنت مش عاجبني. يعني شكلك مش هو ومش مركز في أي حاجة. سيبك من الموضوع ده وقولي، أنت بتدي الواد رمضان الصبي كام في اليوم؟ اشمعنى بقى؟ قول لي بس يوميته كام الواد ده؟ جرى يا اخويا، انا بسالك في ايه بينك وبين نبيل؟ ترد تقول لي يا رمضان يوميته كام؟ يا سيدي جاوبني وانت تعرف سؤالي سببه ايه. ماشي، اديله 3 جنيه في اليوم. يعني 90 جنيه في الشهر. لا خد بالك، ما الجمعه مش محسوبه. انما انت بتسال ليه؟ انا بقى هقوم بالشغلانه اللي بيقوم بيها الواد رمضان وتديني زي ما بتديله. الله يحفظك يا امين اخويا، ضحكتني والله. انا مش بضحك يا سيد، انا بتكلم جد. ايه يا ابو سيد، انت مش عايز تديني كلمه ليه؟ واحنا في الورشه قلت نتكلم في الطريق لان الكلام ده ما يصحش يعرفه الصناعيه. ودينا قربنا من البيت، ولا انت مش عايز الصناعيه يعرفوا وعايز اللي في البيت هم اللي يعرفوا؟ يعرفوا ايه؟ وكلمه ايه اللي عايزنا اديها لك؟ الله جرى يا مين. ايه ده؟ معقول عايز تشتغل صبي مطرح الواد رمضان ده؟ كلام ده كلام ونص كمان. طب اللي انا فاهمه يعني ان نبيل ابنك ما شاء الله هو اللي قايم بالمصاريف. انا ما حدش يصرف عليا طول ما انا بصحتي وبشتغل. خلاص يبقى انا فاهم، يبقى الزعل اللي بينك وبينه دايما تحت راس حكايه المصاريف. ايه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انا مش فاهم انت بتفكر ازاي امين اخويا. يا سيدي انا اضرب وجعي. طيب خلاص يومين ثلاثة كده بامر الله وهرد عليك. ادخل.
استاذ سعيد المحامي. فندم سعيد بيه. اتفضل. هو سعيد بيه محتاج استئذان. حاضر. اتفضل يا استاذ سعيد. ايه؟ في معادي بالثانية. اه طبعا، عشان ما عاد شغل، لكن لو عاد مياهم طبعا كنت ضربته بمنتهى البساطة. اتفضل. يعني التزمنا بالمواعيد مش نافع. ما التزمناش مش نافع. اهلا سعادة بيه. حاضر. وقول الأنسة نوال أنا عايزها. حاضر. ثانية واحدة. أهلا. ها؟ إيه بقى الشغل اللي أنت عاوزني فيه؟ الناس كلها لما تعوز المحامي بتروح له مكتبه، وانت احنا اللي نجيلك. معلش يا سيدي، دلوقتي هتعرف انا طالبك ليه. لو اي قضيه تانية انا كنت جيت لك مكتبك. اما نشوف فين بقى القضيه. على ما تشرب قهوتك المظبوطه هتكون بين ايديك. اللي بعده مدين ب 275 الف جنيه. ادخل. انس نوال. ايوه. طلع بيع وسادك في مكتبه. طيب قول له تخلص اللي في ايديها وتجي لك على طول. حاضر يا فندم. انا ملاحظ انه بيطلب الكتير اليومين دول. ما تدقش. وصلنا لفين يا استاذ فؤاد؟ لا، روحي شوفي طلعت بيع عايز ايه وارجع نكمل. طب نخلص اللي في ايدينا الاول. هو ده مش الشغل ده ولا ايه؟ ما هو كده هيعتبرك بتهمليه. طلعت بيها والرئيس بتاعنا وكلنا تحت ادارته. روحي شوفيه عايز ايه وبعدين نكمل براحتك. طيب اهو تلاقيه عايزني في حاجه هايفه كده وخلاص. انت في حاجه بينك وبينه؟ حاجه اللي هتكون بيني وبينه. وبتسال سؤال زي ده ليه يا استاذ فؤاد؟ مالك ارتبكت كده ليه؟ ابدا، انا بس مندهشه لسؤالك. وحاجه اللي تقصدها؟ لا مفيش حاجه بعينها، انا بس ملاحظ زي ما قلت لك انه الايام دي بيطلبك كتير في مكتبه بعد موضوع الشيك. اياه. اني شيك؟ الشيك اللي حصل فيه غلط. ايه مالك؟ ابدا مفيش. انا سؤالي ليكي من باب الفضول مش اكتر. طيب عن اذنك لما اروح. نوال. نعم. لو حسيت انك قدام مشكله او معادله صعبه ما انتش فاهماها ومحتاجه فيها المشوره ارجعي لي. من غير ما تقولي يا استاذ فؤاد. عن اذنك. فين يا بيه القضيه؟ اتفضل. ايه ده؟ شيك؟ قضيه شيك؟ يا راجل ده انا كنت فاكرها قضيه تقيله. طب ما خدش عليه رفض ليه عشان اشتغل على طول؟ ده انت راجل بنوك وفاهم. ايوه بس انا الحقيقه مستني راي الانسه نوال. اخد رفض على الشيك ولا هو الانسه دخلها ايه؟ هو الشيك ده بتاعك؟ لا لا. يعني ايه الشيك ده مش بتاعك يا نوال؟ لا، وما عنديش اي فكره عنه. انت عايزه بقى تلعبي لعبه الانكار. اوكي ومال نلعبها في المحكمه. سعيد من فضلك انا هظهر لك الشيك، تاخده بنفسك وتروح بكره تاخد عليه رفض وتكمل اجراءاتك ونكمل اللعبة في المحكمة بقى. زي ما تحب يا طلعت بيه. اسمحوا لي اتدخل. واضح ان الشيك ده له ظروف خاصة. الشيك ده ما عنديش اي فكرة عنه. افهمها لك ازاي؟ لا 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 لا. اسمعيني يا انسة. وبعدين اتنرفزي زي ما انت عايزة. وقولي كل اللي انت عايزة تقوليه. اولا ده شيك مش لعبة. يعني حكم بالسجن. مش اذا النيابة اثبتت ان الشيك ده بتاعي؟ ما هي دي بقى ثانيا اللي عايز الفت نظرك ليها. تفتكري راجل مدير بنك يقدر يغامر بتقديم شيك للنيابة الا اذا كان متأكد 100% ان الشيك ده سليم؟ راجعي نفسك يا نسا. واضح ان في خلاف بينكم. حاولي تحل الخلاف ده والا. قدم الشيك يا طلعت للنيابة ويكون في علمك خسارتك ساعتها مش هتكون أقل من خسارتي.